تانية ابتدائي الشطار، يا ترى تعرفوا ايه تاني من الكواكب غير كوكب الارض موجود معانا في النظام الشمسي؟ لو عايز تعرف ايه الكواكب دي خليك معايا. اهلا بيكم من جديد، النهاردة معادنا مع باقي يونت 5، الوحدة الخامسة، بعنوان The Solar System. Solar System النظام الشمسي، طبعا موجود عندنا في المجموعة الشمسية. الاساس عندنا هي The Sun. The Sun يعني الشمس، ودي اكبر الايه دي النجم الكبير اللي بتدور حواليه إيه الكواكب اللي معانا. هنقرا الكواكب ولازم ترد معايا كويس عشان تعرف تنطقهم كويس وتعيدهم اكتر من مره. قولوا معايا ميركري، مش سامع صوت، يا ريت تردوا معايا ميركري. ميركري يعني كوكب عطارد. الكوكب اللي بعده هناخد كل كوكب ايه اللي بيميزه والمعلومات اللي انت عايز تعرفها. الكوكب اللي بعده تاني فينوس. فينوس يعني كوكب الزهرة. الكوكب الجميل ده اللي احنا عايشين عليه اسمه كده ايرث. ايرث يعني كوكب الارض. طيب بعد كده الكوكب اللي حواليه الحلقات ده اسمه ساترن. اسمه ايه؟ ساترن. ساترن يعني كوكب زحل. الكوكب الكبير جدا ده اسمه جيبيتر. جيبيتر اللي هو المشتري. الكوكب ده بيسموه الكوكب الاحمر اسمه مارس. اسمه ايه؟ اسمه مارس. مارس. طيب بعد كده عندنا الكوكب ده اللي باللون ده الأزرق ده اسمه نبتون. نبتون. الكوكب الأخير ده اسمه يورانس. يورانس بالعربي قريب منه اسمه أورانوس. طب ايه المعلومات اللي انت لازم تعرفها عن الكواكب دي؟ احنا عندنا 8 كواكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا. عندنا او يوجد اسمها there are كم كوكب؟ 8، يعني ايه بالانجلش 8. الكوكب اسمه planet. طب 8 نجمعهم بقى planets، 8 planets in our solar system في المجموعة الشمسية بتاعتنا. طيب اول حاجة تفهمها ان اي حاجة تكتبها من دول من الكواكب دي تكتب لي اول حرف فيه capital. يعني ايه capital؟ اللي هو الشكل الكبير بتاع الحرف. تعال ناخد المعلومات الأساسية. أول حاجة قال لك جيبيتر اللي هو الكوكب بتاع المشتري ده هو أكبر واحد فيهم. is the biggest planet. يبقى تقول معايا كده جيبيتر is the biggest planet، إن المشتري هو أكبر كوكب في المجموعة كلها، هو الكبير بتاعهم. طب مين أصغر واحد بقى قصاده؟ Venus is the smallest. Venus بيكون the يعني ال ايه بقى smallest، the smallest الاصغر. طيب بعد كده تعالى قلنا في واحد اسمه لونه احمر، ده بيسموه اللي هو الكوكب الاحمر اللي هو كوكب ايه المريخ. Mars is red. Mars يعني المريخ، is بيكون ايه يا مستر؟ بيكون لونه red. red يعني اللون الاحمر. الكوكب بتاعنا احنا بقى اللي هو ايه ايرث ليه لونين، لانه في حاجتين بيخلوه ياخد اللونين دول. ايرث از بلو اند جرين. طبعا من فوق لما نبص على كوكب الارض هنشوف فيه اللون البلو بتاع البحار والمحيطات، والجرين بتاع الزرع والحاجات والاشجار الخضراء. يبقى ايرث از بلو اند جرين. اخر حاجه عندنا ميركوري اللي هو عطارد، ده اقرب واحد للشمس ولذلك بتلاقيه درجة حرارته ايه بقى سخنة جدا جدا جدا، ما ينفعش حد يعيش عليه. ميركري ماله near the sun يعني قريب من ايه من الشمس. اخر حاجة معانا في اليونت هي عبارة عن ستوري، قصة بتحكي عن المواعيد والساعة وبيعرفنا
ازاي نستخدم الحاجات اللي احنا خدناها. لو ما كنتش شفت الفيديو الاولاني بتاع يونت 5، ارجع بقى شوفه قبل ما تشوف الفيديو ده. وكمان ما تنساش تشترك معانا في القناة. بيقول لي look, listen and read، يعني انظر استمع واقرأ. قلناها كتير الكلمة دي. هاني بيتكلم بيقول ايه؟ هاني and I، انا وهاني، ده يوسف اللي هو شعره اكرد ده. play tennis، هنلعب تنس. today، النهاردة. today يعني اليوم. امتى هتلعبوا؟ at، ومديني ساعة. فاكرين الساعة؟ العقرب الكبير والعقرب الصغير. at 3، يا ترى 3 ايه؟ 3:30 ولا 3 كلوك؟ ها شطار، 3 كلوك. I need، كلمة need معناها احتاج. I need to go home، عايز ارجع البيت يعني. at 4 كلوك، عايز ارجع الساعة 4 بالظبط. هنشوف هاني اتأخر عليه جدا، فبنقوله هاني is late، هاني اتأخر عليه. هاني ايه؟ اتأخر عليه. بعد كده وصل هاني اهو، بيقول له ايه؟ hello يوسف، اهلا يا يوسف. let's play tennis، يلا نلعب تنس. يلا نلعب ايه؟ تنس. هنا بيسألني سؤال، بيقول لي is يوسف happy؟ عارفين happy يعني سعيد. هل يوسف happy؟ لا، يبقى هتقول ايه؟ يوسف is sad. طب ليه؟ because هاني is late، لان هاني اتأخر عليه. تمام جدا كده. في الصورة التانية بنشوف أميرة and I بتكلم. هنا بتقول أميرة and I هيتفرجوا على ايه؟ watch a movie. watch a movie يعني هنتفرج على فيلم. at ساعة كام؟ بص يا شطار، يلا 6 كلوك ولا 6:30؟ لا 6:30، ساعة 6:30. it's 6:30، الساعة 6:30 بالظبط. وصلت مين؟ وصلت أميرة، فبتقول لها hello هنا let's watch the movie، يلا. كلمة let's يعني هيا بنا، watch the movie يعني نتفرج على الفيلم. is هنا happy؟ هو هنا happy yes or no؟ yes هنا is happy. okay، أهم حاجة إنك أنت تلتزم بمواعيدك ومتأخرش عن ميعادك عشان تبقى زي إيه؟ ما تبقاش زي مين؟ زي هاني ويوسف. بعد كده عندنا بعض الأنشطة على يونت 5. أول حاجة بيقول لي ماتش، وإحنا عارفين كلمة ماتش معناها وصل، ده نوع من الأسئلة. أول حاجة كاتب لي كلمة درينك، فين اللي بيعمل درينك؟ لازم نكون حافظين الكلمات. درينك يعني يشرب، يبقى هاخد مين؟ الصورة دي. فين؟ ها فين الصورة اللي اسمها بلان؟ بلان بلين سوري بلين بلين يعني طيارة. كلمة بلان ده فعل بمعنى يخطط، لكن ده احنا عايزين كلمة بلين يعني طائرة. كلوك كلوك قلناها الفيديو اللي عدى، ساعة الحائط. ايت تي جود. سبلايز ميسنج ليتر، ايه الحروف اللي ناقصه؟ اول حاجه جايب لي بعض الكلمات وبيقول لي عندك اشكال معينه وعايز يحط فيها الحروف الناقصه، هتلاقوها موجوده في الكلمات اللي قلناها فوق. look and circle يعني انظر واعمل دائره. جايب لي صوره، بيقول لي الصوره دي هي عباره عن classroom ولا beach ولا school؟ طبعا ده المكان اللي احنا بنتعلم جواه اسمه كلاس روم. البنت دي بتعمل ايه؟ درينك ولا ايت ولا بلاي؟ يلا يا شطار، طبعا بتعمل ايه؟ درينك. الساعة هنا كام؟ 6 o'clock 10 o'clock 7 o'clock. هنبص على عقرب انه صغير، برافو، جاي على كام؟ جاي على 10، يبقى اخد مين يا مستر؟ 10 o'clock. اوكي، في سؤال تاني من النوعية دي بيقول لي listen and answer، يعني استمع وجاوب لي، يا إما ب yes or no. yes يعني صح و no يعني غلط. هنا في الصورة دي الولد بيقول إيه؟ I eat breakfast. I eat breakfast، أنا بأكل الإفطار بتاعي. يا ترى بيعمل كده في الصورة ولا لأ؟ yes، فأعمل كده yes. yes. Earth is black and red، كوكب الأرض فيه لونين، black and red.
يا مستر ما فيهوش بلاك ولا ريد، يبقى الجملة دي ايه؟ نو. يبقى لو عايز اصححها هخلي الالوان ايه؟ قلنا بلو اند جرين، يعني في لون البلو الازرق واللون الاخضر. هنا الصورة دي بيقول I go to bed، برضو قلناها قبل كده. go to bed يعني بتساوي كلمة sleep يعني رايح ينام، يبقى yes. yes يعني ايه؟ يعني صح. طبعا في المذكرة في أسئلة كتير، ممكن توقف الفيديو وتخلي حد كبير طبعا يقرأ لك الجمل وتوصلها. برضو احنا بنجيب أسئلة اللي هي يعني اتقالت مرة قبل كده ما بنقولهاش، بنقول التانية اللي غيرها. بيقول لي look and circle، بص واعمل دايرة. look and circle يعني انظر واعمل دائرة. الصورة اللي قدامنا دي ده ايه ده؟ ده كلاس ولا سكول؟ طبعا ده كلاس يعني فصل. الحاجة اللي قدامي دي ميلك ولا تي؟ برافو، ها اتس تي. الصورة دي كلاودي ولا مون؟ كلاودي ولا مون؟ دي خدناها السنة اللي عدت، كلاودي وصاني وريني. طبعا هنا في كلاودي يعني ايه؟ الجو، كلاودي يعني مغيم. الولد ده بيلعب ايه؟ هنا الصورة اللي قدامي كلاي ولا بلاي؟ طبعا هو بيلعب بلاي، لكن هو بيعمل من ايه؟ من الكلاي، كلاي يعني الصلصال. اللي قدامنا ده جيبيتر ولا بريكفاست؟ ده كوكب ولا بيفطر يعني ولا بيعمل ايه؟ لا ده كوكب جيبيتر. اوكي بعد كده ري ارينج، ده سؤال يمكن يكون جديد لكن هنقوله. بيقول لي ري ارينج ذا فولوينج، يعني رتب الحاجات اللي جاية دي. طبعا دي المعلومات اللي احنا خدناها عن الكواكب، وكمان بعض الانشطة اللي احنا خدناها في الفيديو اللي عدى. فعشان كده انا بقول لك راجع الفيديوهات اول باول وخليك ايه معانا عشان تفهم احنا بنقول ايه. بيقول لك هنا جوبيتر ذا بيجست از بلانيت، هو عايز يقول ان ايه؟ ان كوكب جوبيتر ده هو الكوكب ايه؟ المشتري ده هو الكوكب الاكبر او اكبر كوكب. يبقى جوبيتر از ذا بيجست بلانيت. لو انت فهمت المعلومات اللي فوق وكتبتهم مرة وقريتهم هتعرف ترتبهم. طيب كوكب الارض يكون ايه وايه؟ بلو اند جرين. يبقى هنقول ايرث، طبعا هكتبها في الاول، تكون از ازرق بلو، و اللي هي اند جرين. يبقى هقولها كده ايرث از بلو اند جرين. يذهب للمدرسة، أنا أذهب للمدرسة I go to school. I go يعني أنا أذهب للمدرسة to school. أذهب للنوم I go to bed. I go to bed. I go to bed. لغاية هنا خلصنا يونت 5. استنونا الفيديو القادم إن شاء الله مع الوحدة السادسة يونت 6. مستنيكم هناك، مع السلامة.